حياكم الله اخواني في برنامجكم مستر مسلز. احنا برمضان قبل طاعتكم وبارك عليكم الشهر. بعد الفطور عقب ما اكلنا ترسنا البطين شويه عندنا تمرين حلو، تمرين كمال اجسام. اليوم بتكلم عن اسرار البيطان. البيطان عضله الظهر اللي تنفرش بهذا الشكل، سوينا بيطان الباك. تمارين البيطان فيها اسرار معينه، في قبضات معينه اكثر الناس ما تعرف ليش قاعد تستخدم هذه القبضات. كابتن يقول له مثلا سو خلفي، سو امامي، سو ضيق، ايش حقه، شنو الهدف لكل واحده منهم، وبالتالي انت راح تعرف اذا كان هذا يناسبك ولا ما يناسبك. يمكن اليوم يناسبك تمرنها، دور اليا يمكن ما يناسبك، سو تمرين ثاني، قبضه ثانيه. هذا راح نشوفه وياكم اليوم في حلقتنا مع الكابتن سيد. كابتن سيد راح يتمرن تمرين بيطان امامي المشهور واسع. بيطان امامي هذا المشهور عند الناس، لما يقول امامي واسع بعد الكسره. روح كابتن وجيبها تحت الحنج مباشره. انزين يقول لك the wider you go the wider you get، يعني كل ما تروح اوسع كل ما انت تفتح البيطان اكثر واكثر، كل ما تروح ضيج كل ما انت مو قاعد تشغل فتحه البيطان، وهذه قاعد تشغل عضله يسمونها عضلات اللات، لا تسمس اختصارها اللات، عضله اللي بالجنب موجوده بيطان بالخلف اللي تفتح الظهر. هذه العضله اذا انا سويت هذا التمرين من قدام بهذا الشكل من امام، يعني انت قدام رقبه، انا قاعد اشغل اللات مع عضلات داخليه تسمى المعينه، عضلات المعينه وعضلات المعينه الصغرى ومعينه الكبرى ورومبويدز. هذه العضلات احنا قاعد نشغلها مع اذا كان حركتنا بهذا الشكل، وتكون اكثر التركيز على الداخليه اذا كابتن مال اكثر مال. ايوه في بعضهم يميل وايد، شفت الميلان بهذا الشكل، نشوف بعض الناس لما يروح وزن ثقيل يميل بهذا الشكل. لما تتميل انت قاعد تشغل معاك الداخليه مع عضله البيطان، ولكن خليك مستقيم عادي. اي نعم، وتنزلها ممتاز. مثل ما قلنا انت قاعد تشغل عضلات بيطان الخارجيه مع المعينه والصغرى والمعينه الكبرى رومبويدز وميجر تيرس وماينر تيرس. هذا التمرين اللي احنا نسميه تمرين بيطان امامي. بيطان امامي انا افضل اذا انت تبي بيطانك مو واسعه وايد تروح اوسع الى النهايه، ابعد ابعد، تروح ابعد من هذا الشكل. اي نعم، روح كابتن ما شاء الله. واحد يقول لي كابتن شو الفرق بينها وبين اذا كان البار مستقيم سيده ما في الكسره هذه، يعني صاير مستقيم لهني. اذا انت عندك مشاكل برزقك بايدك صوب عوار هذه تنفعك، اذا ما عندك الافضل انك تروح مستقيمه حيل. ليش؟ لان لما انت تروح مستقيمه انت ما قاعد تشغل ترايسبس. واحد يقول لي بس احنا البيطان نشغل بايسبس معاها، البايسبس هي قاعد تشتغل مع البيطان لان قاعد تسكر الزاويه، شلون تقول لي ترايسبس؟ لان كسره الزاويه هذه كسره الايد تبي تطلع تبي تروح، فانت قاعد كل قاعد تسوي بيطان ترايسبس، فاذا هذه قاعد تشغل معها ترايسبس مع البايسبس قاعد تشغل مع ترايسبس. ولكن اذا رحت انت سيده المستقيمه مره واحده انت لغيت مره واحده عضلات الترايسبس. هذه الحركه احنا شفناها حركه الامام. طبعا مركبات الباور المخلوطه تكون تحتوي على اكثر من عنصر، الكرياتين، الارجينين، الكافيين والسينفرين. هذه المركبات يعني هي اللي تعطيك قوه تحمل خلال التمرين وترفع مستوى الطاقه خلال الجسم. بنفس الوقت تنبه الجهاز العصبي تسوي تركيز اكثر وتحسن من اللي يسمونه المسل كونكشن اللي هو التواصل بين العضله والدماغ، فتعطيك طاقه وقوه تحمل. والشروط عليها كالمعتاد، الاشخاص اللي تحت 18 سنه ما يستخدمونها، الاشخاص اللي يعانون مشاكل في ضغط الدم، مشاكل قلبيه، مشاكل في الكبد والكلى. كذلك الامر يفضل ان خلال استخدام مركبات الطاقه ما تدخل اي مركب يحتوي على الكافيين مثل القهوه او الشاي الاخضر او ريد بول. انزين انا مثلا شخص ما بشغل كابتن، ما بشغل رومبويدز الموجوده هنا، ما بشغلهم، انا بشغل بس البيطان بس. هذه انا عندي مثلا هذه كبيره
لعبت تمارين ما شاء الله او جيناتي هذه كبيره، انا بركز على هذه، عندي مشكله بهذه ابي اوسعها اكثر واكثر، شو اسوي؟ اروح نفسها ولكن خلفي، اروح خلفي. نعم كابتن، نفس الطريقه اذا وسعنا كل ما توسع the wider you go the wider you get. زين خلفي ولا ارقبها. نعم بحاله هذه انت مو قاعد تشغل عضلات الموجوده هنا، انت قاعد تشغل 100% عضلات اللات، عضلات اللات، العضله اللي تفرش الظهر تسمى عضله اللات. ونلاحظ ان افضل حق اللات، افضل حق اللات عضله اللات، عضله اللات خيوطها سايره مايله بهالشكل، فبالتالي لما تروح انت قدام تسوي القدام مايل مع ميلانها افضل لها ماشيه مع الخيوط، ولكن اذا رحت مستقيم خلفي بهذا الشكل هي العضله الحركه جايه فيرتيكالي يعني راسيه والعضله مايله، فبالتالي هو افضل امامي، لذلك بالامام انت تقدر تشيل اوزان اكثر من الخلفي. هذا في حاله احنا استخدامنا، احنا كابتن راح يستخدم ضيج، واحد يقول لي كابتن اوكي انا عرفت الواسع خلفي وعرفت الواسع امامي، إذن شنو الضيج؟ احنا مرات اشوف واحد يروح تمرين ضيج، ليش يروح ضيج؟ الضيج راح يحط الحين القبضه الضيجه، الكابتن راح يسوي لنا قبضه ضيجه نفس الطريقه بالضبط. اذا كابتن توكل على الله، نلاحظ ان الكابتن لما يروح قبضه ضيجه وين راح الكوع؟ الكوع راح قدام، تو مسحنا شفنا الكوع برا، الكوع برا شغل اللات. الحين الكوع لما راح قدام شويه عند خطر سنتر لاين في البادي قاعد يشغل البوز الزائل تحت مو فوق، تحت اللات. فاذا عندك نقص تحت بنهايه اللات نقول لك روح شنو؟ روح ضيج. لا والله اذا عندك والله ناميه قويه تبي توسع فوق روح واسع، مو لا تروح ضيج. سحب البطان الخلفي نفس الوقت سحب البطان الامامي، لكن اللاعب يعرض ظهره. سحب البطان الامامي يعني يشوفون عضله البطان الامام، سحب البطان الخلفي يشوفون عضلات الظهر. الرجلين يكونون ثابتين على خط واحد مستوي، واعرض فيه عضله البطان، يعني كل هو يعني من اسم الوضع سحب بطان خلفي باك لات سبريد. اللي انا ابي الحكم يبي يشوف عضلات الظهر كامله. اهتزاز لازم ما تهتز، تكون ثابت بالوضع، ما تتعصر وايد، وتكون مثل ما قلنا ما تكون لقدام وايد، ما تكون لورا وايد، ما تكون مبطل مثلا رجل يمين او يسار مؤخره عن الثانيه، لا رجلين على خط واحد وتكون بالشكل هذا وشاد عضلات رجلك الخلفيه، حتى وانت واقف تكون باستقامه رجلينك لكن ضاغط على عضلات الفخذ الخلفيه شاد على اساس يبين جسمك كله. الراس ما يكون ورا، يعني ما يكون رجع راسك ورا، ما يكون بالشكل هذا، وما يكون الراس نازل وايد، لازم الراس يكون بالنص ومن غير التفات لا يمين لا يسار، على اساس يطلع انه يكون الراس بنص الجسم، وانت بالشكل هذا قاعد تكون باجمل مظهر، لان الراس اذا تغير اتجاه يمين يسار، يعني حتى بعض الحكام يقول لك انه اوت اوف سيمتري، يعني خارج الشكل المطلوب. هذا سر من اسرار البيطان اليوم، الحلقه الجايه ان شاء الله خليكم معانا ونعرف سر اخر من اسرار عضلات البطن الظهر والبيطان. يعطيكم العافيه ومع السلامه.